فمن هنا جاء العز بن عبد السلام ومن في طبقته ومن في عصره، فنظروا إلى هذه الأمور المحدثة التي جاءت بعد عهد الرسالة وقسموها إلى أقسام، وقالوا هذا يدل على أنه لابد من أن نقسم أعمالنا هذه الجديدة الطارئة المحدثة التي حصلت بعد عهد الرسالة، أن نقسمها إلى أنواع، منها ما هو مقبول ومنها ما هو مردود، منها ما هو محمود ومنها ما هو مذموم. فجاءوا وقسموها التقسيم الخماسي، وهذا هو معروف بين الأصوليين وبين علماء قواعد الفقه بالتقسيم الخماسي، وهو أنهم قالوا إن من البدعة ما هو واجب، هذه واحد، ومن البدعة ما هو مندوب، ومن البدعة ما هو مباح، ومن البدعة ما هو مكروه، ومن البدعة ما هو حرام. هذا أمر مقرر في الأصول، تقسيم متوازن، تقسيم متوازن ويتمشى مع الأحكام الشرعية. نعم. ما هو الحكم الشرعي؟ الواجب والمندوب والمباح والمكروه والحرام. فجاءوا مسايرة لهذا التقسيم قسموا البدعة إلى هذا. هذا التقسيم في الأصل موجود للأحكام التشريعية، الحكم الشرعي الذي هو خطاب الله، هذا مقسم عند الأصوليين من العهد الأول إلى هذه الأقسام الخمسة. فذال هؤلاء المقررون المقننون كلمة تقنين، هذه أيضا أنا أستعملها تجاوزا، وإلا ليسوا هم مقننون، وإنما هم مقعدون، يعني يقعدون الأحكام، يعملوا لها قواعد، يجعلوا لها قواعد حتى تكون منضبطة. فجاءوا إلى كلمة بدعة وإلى كل ما أحدث وقسموا هذا التقسيم. للأسف الشديد يا أستاذ مجدي، أنا نجد بعض طلبة العلم يقومون ويثورون يقولون لا، هذا تقسيم خطأ، هذا هو عين البدعة. تسمعون بعض طلبة العلم هداهم الله إلى الصراط المستقيم يقولون هذا تقسيمكم للبدعة هو عين البدعة، هكذا يصرحون. طيب نقول لهم مرحبا، اتفقنا على أن هذا التقسيم مبتدع ومخترع، تقسيم البدعة لهذه الأقسام هو عين البدعة، يعني نمشي معهم كذا مسايرة. طيب فبماذا تحكمون أنتم على الأشياء التي حدثت بعد عهد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل تحكمون عليها بأنها بدعة، أم تحكمون عليها بأنها كانت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن قلتم أن هذه الأشياء المحدثة الجديدة كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا كذب، يعني كذب يرده الواقع. هل هذه كانت موجودة على عهد رسول الله؟ ما كانت موجودة، ما كان. المحاكم، القضاء، كتاب العدل، الشرطة، الدفاع، البيوت التي تسكنها، السيارات يا أخي ما كان أحد منهم يتحرك ولا يقوم، الرواتب التي نقبضها، كل هذه لم تكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثياب البيضاء، تخيط الثياب بهذا الشكل، يبغى لك إذا أردت أن تكون على ما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال سيدي الوالد رحمة الله عليه، قال يحتاج إلى أن يلبس إزار ورداء وأن يخرج من بيته وأن يعيش في كوخ أو يعيش في البيت الذي كان يعيش فيه الصحابة. هذا إذا أراد أن يمشي على هذا. لكن بعض أهل طلبة العلم تداركوا القضية، قالوا لا، نحن ما نقول هذا، بل أن هناك أمور محدثة فعلا، لكن قالوا نحن ما نسميها بدعة، وإنما نقول هذه بدع دنيوية، فما كان من البدع الدنيوية مما يتعلق بالمأكل والمشرب واللباس وممارسة الحياة، هذه بدعة دنيوية لا شيء فيها. قلنا لهم طيب فما هي النتيجة؟ يقول القائل النتيجة أننا لما نأتي لحديث كل بدعة ضلالة، هل هو على إطلاقه؟ فيقول قائلهم ليس على إطلاقه، وإن معنى كل بدعة دينية، لكن البدعة الدنيوية ليس فيها حرج. فنقولهم وهذا التقسيم عين البدعة، لأن هذا لم يكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يفرق بين الدين والدنيا، بين بدعة دينية وبدعة. أنا يعني هو كلام صحيح،
لكن كما أنك تحكم على التقسيم الخماسي بأنه بدعة وأن بدعة حسنة بدعة سيئة لم يكن، كذلك التقسيم للبدعة على أنه دينية ودنيوية لم يكن، فاستوى الأمران. أنت بتقسم والقاعدة عايزة هنا هتقسمه عن القسم. إذن نرجع إلى التقسيم الذي قرره العلمي الذي قرره الأصوليون بأن قالوا هذه بدعة حسنة هذه بدعة سيئة وهذه منها ما هو واجب ومنها ما هو مندوب. فهذا التقسيم في الحقيقة يعتبر الآن من حينما ظهر وتقرر يعتبر قمة في الفكر الإسلامي. هذا دليل على تنور الفكر الإسلامي وأن الفكر المسلم في رحاب الكتاب والسنة فكر منور بصير، الله سبحانه وتعالى أعطاه البصيرة والهداية حتى توصل إلى هذه الحقائق. هذا ليس بدعة مذمومة وإنما هذا تطور في التصور الإسلامي. التقسيم هذا تطور في التصور الإسلامي وهو دليل على الحضارة التي وصل إليها العقل المسلم. مفاهيم يجب أن تصحح.